اهلا بكم متابعي الفاستيفر، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم معنا الضيف من الموسيقيين ديالنا المغاربه. الضيف ديالنا اليوم هو السيد مصطفى برطون بصفته الكاتب الوطني للنقابه الوطنيه للموسيقيين المحترفين. اهلا بك سيد مصطفى. اهلا وسهلا، فرصه سعيده، وكنشكر هذه القناه الجميله واللي كنعتز بها اللي هي انفاس بريس، ونتمنى ان نكون ان شاء الله اضافه. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. سي مصطفى، في الاول غنبداو بشكل عام، غندويو على الوضعيه الفنيه في المغرب، وضعيه الفنان المغربي بصفه خاصه. هو ما كنتكلموا على الفنان، راه الفنان انواع. كاين فنان اللي هو فنان النجوميه، فنان الشهره، هذا عنده طريق. كاين واحد الفنان اللي هو كيشتغل في مهن اخرى، موظف، كاين عنده مداخله من جهه اخرى، وحاط رجل في مرحبا به. هو يدخل معنا على واحد التوجه اللي يد الله مع الجماعه. ملي نكونوا حنا مضروري اللي ما خدامينش شي خدمه اخرى، يكون حتى هو داير معنا يد الله، ماشي كيشوف راسو خدام وحنا نتقاتلوا ولا يوقع بينا اللي بغى يوقع، هو ما كيهمو حتى شي حاجه. وكاين الفنان الثالث اللي هو المسكين من يقتات وخبزه اليوم من هذا المجال هذا، واللي ما لم تتح له الفرصه لا على مستوى قنوات تلفزيونيه، علما انه مكانته والمستوى ديالو والقيمه ديالو اقوى بكثير من واحد العدد اللي كيدوزوا في التلفزيون. هادو كاينين وكثار بزاف، وهادو كانوا في واحد الفتره معينه على كل حال راهم كيشتغلوا، ولكن كيشتغلوا مورد رزق نقدروا نعتبروه كاين، ولكن ما كيوصلش كامل، ناهيك على انه ما كانوش عندهم ادى قانون يحكم هذه المهنه هذه، بحيث كاين الاستغلال البشري، بحيث كاين انعدام القانون في هذا المجال هذا بالضبط. وجات المرحله ديال كورونا، جات عرات على كل شيء، عرات على كل شيء، لدرجه ان الناس كلاو العصب معنى الكلمه، وما نبقاوش نعاودوا، لان بقينا كنعاودوا في هذا المشكل هذا بزاف. اشنو وقع وشنو طرا وفين وصلت الحالات ديال العدد ديال الناس اللي كانت سلبيه هذه كورونا بزاف، عرات على ذاك الواقع. اليوم حنا بعد هذا المتنفس اللي وقع دابا مؤخرا، كنا نامل انه زعما ترجع المياه لمجاريها، ونبداو غاديين في اطار الاصلاح. فعلى سبيل المثال مثلا عندك المرافق السياحيه، راه زاد في الطين بله بعد ما كنا كنتسناو من بعد كورونا. ربما هذه الفئه اللي هي المشغلين غادي يهديهم الله انهم يقادوا الامور ديالهم، يتواصلوا مع الفنانين اللي كيشتغلوا عندهم على الاقل بواحد العقد، والعقد شريعه المتعاقدين. وحنا كنقولوا راه العقد كيما في صالح الفنان كيما في صالحك انت، لا ما كاين والو من هذا الشيء هذا. ولكن السي مصطفى، على سيد قلتي بان ما كاينش قانون اللي كيضمن الحقوق ديال الفنانين. ولكن حنا كنسمعوا دابا هذه السنوات الاخيره كامله كنسمعوا بقانون الفنان، واش هذا القانون باقي ما كتبش انه يتفعل؟ لانه هو كاين، ولكن التفعيل ديالو اللي باقي كيطيح مشكل. وهذا الشيء جاربي العمل في البلاد ديالنا السعيده للاسف، ما عرفتش انا علاش. نعطيك مثال، الحقوق المجاوره راه تم المصادقه عليها في اطار معاهده دوليه سنه 2006، راه ما خرجت للوجود حتى تقريبا 2020. شو الفرق؟ بالنسبه مثلا لهذا القانون هذا اللي تم، القانون الفني اللي تم المصادقه عليه، دابا ولينا كنشوفوا ان القانون هو محطوط، والتفعيل كيخرج غير عباره على كل مره كيخرج واحد البوند، كل مره كيخرج واحد الفاصل. انا من هذا القانون الفنان وهذه الايام الاخيره، وبعد ما شفنا بان المشغلين في المرافق السياحيه راه زادوا في الجشع ديالهم، خرجوا لي غير واحد البوند ديال العقوب، اجباريه العقوب. نحن نطالب وكنناشدوا الجهات المسؤوله والجهات الوصيه بما فيهم وزاره الشغل بما فيهم وزاره الثقافه وحتى السياحه في حد ذاتها، انهم يوقفوا معنا باش يرغموا على اصحاب المحلات الليليه هذه القضيه ديال العقد. راه حرام 2022 جميع الدول كاين واحد العقد ملزم الا المغرب. وعاد زائد ذلك هو انه كاين واحد البطاقه كتلزم على هذاك الفنان باش يكون عنده عقود. انا كنت جاي البطاقه ديال الفنان، لا ما غنمشيوش لها دابا، غير باش نعطيك غير واحد الاشاره.
العقود بطاقة الفنان مش من 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 الشروط يعني الضروري والأساسية وهو عقود. فأنتم على علم يا الوزارة المحترمة بأنكم هاد الناس راه كيشتغلوا ولكن بدون عقود، ما كاينش كيقول لي جيب لي العقود. دابا جات الوقت اللي خاصكم نتوما كوزارة تفرضوا تفعلوا لنا داك البند باش تولي العقود إجبارية، وهذيك العقود راه غتوضح بزاف ديال الأمور. سي مصطفى، على ذكر ذكرتي بطاقة الفنان، بالنسبة لبطاقة الفنان كاين واحد الجدل قائم كبير حولها، فكنشوفوا بان الناس اللي لا علاقه لهم بالفن استفدوا من هذه البطاقه، بينما الناس اللي يعني دوزوا سنوات من حياتهم في الوسط الفني وما خرجاتش لهم هذه البطاقه. يعني شنو اللي كيعيق ان البطاقه تمشي للناس الايادي اللي كتستحقها؟ هو البطاقه ملي كتقول لا علاقه لهم بالفن وخذوها، واللي عندهم علاقه بالفن ما خذوهاش. احنا الغايه من البطاقه ماشي هو هذا بالضبط، ديال خاص ياخذ اللي عنده علاقه بالفن واللي هو فنان في المستوى، ما ياخذش هذاك اللي عنده مستوى ديالو ضعيف. ماشي هذا هو الغرض، حنا كندويو على الامتيازات، هي كتعطي واحد الامتيازات. هي البطاقه الثالث، وهذا خص انا غير كنبغي نشير للاخوان اللي فاهمين هذا مش الفهم غلط. البطاقه غتعطى لاي واحد يمارس المهنه من حيث المستوى يكون واعر ولا يكون ضعيف، راه غادي ياخذ البطاقه. كاين حتى فرق ديال الفولكلور، كاين حتى فرق ديال التراث الشعبي، كلشي غياخذ البطاقه. ولكن السؤال هنا علاش هاد البطاقه؟ راه كاينه واحد القضيه غنعطيها لك ونخبرك بها خبر جديد. هذا الناس راه خداو البطاقه كيحاولوا يرجعوا هاد الايامات. تقول لي علاش؟ حيت ملي بدات البطاقه الناس كانت تتهافت باش تاخذ ديك البطاقه، ظنا واعتقادا منها انه قال هذيك البطاقه من ياخذها يمشي بها للكيشي ويبدا خرج بها الفلوس. فاهم هكا؟ دابا اليوم خرجت لي واحد القضيه اللي هو الصندوق الضمان الاجتماعي بدا كيتصل بي كيقول لها تجي تخلص واحد 180 درهم وشي حاجه في الشهر. واش لما الدوله قررت باش دير التغطيه الاجتماعيه وفكرت في ان الفنان خصو يخلص هذاك المبلغ، واش فكرت لي في النقطه اللي حنا دوينا عليها في الاول، واش خدام ولا ما خدامش؟ ملي كتقول 180 درهم فاصله شي حاجه بمعنى انه راه وصل شي 2200 درهم في العام. كيفاش انت كتقول لي 180 درهم دابا فاصله شي حاجه اجي باش تدخل في التغطيه الاجتماعيه في الوقت اللي انت عاطيه تعاضديا من سنه 2008، التعاضدية الوطنية للفنانين كتعلق بالتغطيه الصحيه. الفرق بينها وبين هذا الاقتراح اللي كتعطي دابا في 2022 وهو ان هذيك كانت ب 700 درهم في السنة، انت جايب لهم مشروع دابا 2200 درهم. باش حنا غاديين كنصلحوا في الامور وكنحاولوا باش نقادوا المسائل ولا كنزيدوا نرملوا. ثانيا مني كتقول التعاضدية دارت عدد ديال الامتيازات، اولا كترجع 80%، ثانيا الامراض المزمنة كتوصل حتى 100%، ثالثا كاين شراكة مع مثلا المستشفى العسكري مع واحد المجموعة ديال المستشفيات اللي لها وزن في البلاد. وهذا الشيء هذا كان بمباركه ديال سيدنا الله ينصره، هو اللي قرر هذيك الفكره ديال التعاضديه ومشات الامور اللهم لك الحمد. وقعت فيها بعض المشاكل مع واحد المكتب سابق كانوا كيجيروا بعض ليزارتيست الفنانة، ولكن من بعد دخلت وزاره الشغل وتيسرت الامور، الامور غادا مزيان. فاذا هذه البطاقه ديال الفنان في بعض الحالات الثانيه نعطيك، انا لا اتحدث من مراقب من بعيد، لا انا كنشوف وعيش المسألة. كاين واحد المشكل في التماطل في التعطاء، ولكن راه حتى هذوك الناس بحد ذاتهم راه كتجي تقلب عليهم كتلقى عندهم مشاكل. متى اشني المشاكل؟ لما كتقولي المغرب كله المسؤول اللي كيتريد دواسة واحد، ملي كتقولي دواسة غير تطري طبعا من عند اللجنه باش يقولوا هذه دايز ولا ما دايش ولا ناقص عنده الملف ولا هذا. هذيك اللجنه كانت كتشتغل مره في 15 يوم، مره في سيمانه، مره في 20 يوم، مره في شهر. جات كورونا حديت ولا حرج، ما بقاوش كيتجمعوا الا بعد واحد الفتره طويله. واليوم اليوم دابا حاليا هذيك اللجنه سالات الصلاحيه ديالها، ما كايناش اللجنه ديالها. اذا هذاك التعطاء راه ناتج عن قله الموظفين، قله الموظفين. ملي تقول لي واحد على المغرب صعيب، ملي تقول لي واحد اللي كيطبع على المغرب كامل صعيب. شنو الطبع؟ راه ماشي كيطبع فوزين ديال، راه غير واحد ماشين صغيره وخدام كيطلع بالوحده بالوحده. اذا ما تبقاش الفنان اللي انت كتقول مع نفسك عندك باع طويل وانت خدام في هذا المجال
تسناها انها غتجي تنزل عليك غير هي بوحدها، لا خاصك تحرك الامور الاداريه، خاص تكون عندك انت واحد القابليه تواضع شي شويه وتمشي تقلب على راسك بيدك. هادوك اللي كيقول لهم هما ماشي فنانه وخداوها، لا راه ماشي قادي تبقى شي فنانه، كيقول لك ماشي فنان حيت هو كيدوي ليه المستوى ديالو. لا حنا ما كنهضروش عليك، كنقولوا يكون في المستوى ولا ماشي في المستوى، راه كنعترفوا ليه بالمهنيه ديالو انه فنان. ولكن في المستوى هذه شكون اللي كيحددها؟ هو العمال. ملي غنجي يجي واحد اطار منظم وغايقول بغيتك انت، غيبغيك علاش؟ على مستواك الفني. راه ما غير واخا هذاك عنده البطاقه وما عندوش مستوى ما يغوتش عليه، وانت اللي عندك المستوى راه في بعض الاحيان راه لا يحتاجوا منك حتى البطاقه. ودابا المشكله اننا اصبحنا مجبرين باش ناخذوه باي وجه كان، لان لو بغيتي التغطيه الصحيه مثلا على مستوى تعاضديه مجبر تكون عندك بطاقه الفنان، بغيتي تستافد من الحقوق ديالك على مستوى المجتمع المغربي في التعليم المجاوره خاص تكون عندك بطاقه الفنان، بغيتي تستافد بواحد 30% اللي ما كدارش ديما ديال وسائل النقل اللي هي القطار خاصك ثاني تكون عندك بطاقه الفنان. ما عندكش بطاقه الفنان راه ما عندك والو من هادشي. باغي بغينا حنا نعرفوا المشاهدين ديالنا على الكواليس اللي كتعطى بهم بطاقه الفنان. الكواليس شنو الكواليس؟ كواليس ناط الدوله دارت واحد المجموعه ديال المندوبيات قالت لك ها الوثائق المطلوبه، تهافتت الناس من شمال المغرب الى جنوبه، مشاو للمندوبيات حطوا الملفات تما. مني وصلت الملفات المديريه اللي كاينه في الرباط اللي تما فين كيتم هاد اعطاء البطاقه، وتما كاينه اللجنه وتما كاين الطبيعه وكاين هادشي هذا كله، مشى داكشي بواحد الكميات خياليه كبير داكشي العدد كبير. لان غنقول لك واحد الكلمه، لحقت اي واحد يدفع باش ياخذ بطاقه الفنان، اذا راه كاين شي وحدين اللي واخا يكون غير كيصفخ تا هو راه حس براسو فنان وتا هو راه حط ملف. ولا جينا غنمشيو في التراتبيه راه لابد غيكون تعطل. انا كنقول قله الموظفين ما كاينينش بالنسبه لهادو اللي كيقولوا ماشي فنان، ماشي فنان بالمره، ماشي فنان وخذ البطاقه. حنا نتمناو يجي شي واحد دابا وكيشوف فيا دابا وكيعرف شي واحد تكون عنده ذره من الرجوله ويقول لنا هذاك راه خداها وهو راه ما عنده حتى علاقه بالفن. انا شحال من مره كنبقاو نتسائلوا عطيونا شي نموذج ديال شي واحد اللي خداه وهو اصلا ماشي فنان. ما كيقول لك لا ما نقدرش نقول، كيفاش ما نقدرش نقول؟ قدرتي تكذب. واش فهمتي اش بغيت نقول لك؟ فهمت. حنا ما كننقصوش من النزاهه ديال الناس في العمل ديالهم، ولكن قله اليد العامله ما كايناش. اللي خلات هاد الاشاعات. اللي خلات التماطل وهاد الاشاعات وكاينه واحد القضيه. كاين بعض الامور اللي كتبان لهم راه فيها تجاوز. ولكن هي ما فيهاش تجاوز. خصنا شويه ديال الاحترام. احترام من هو اكبر منك. فنان وسيما واش دابا مثلا بالله عليك فنان من طينة عبد الهادي الخيار عبد الدكاري هاد الاسماء المعروفة غادي يمشي تا هو ويهز ملف ويقلب على راسو داكشي ويقول لهم راني فنان سير راه كيوقف قدام راه فنان راه كيوقف بلا ما يقول لك انا عبد الهادي الخيار راه فنان بين وما تنوضش انت اللي يلاه فرحاتك الوقت واللي تتوهم انك راك فنان معروف وهذا راه ما غتفرضش على الناس انك بزز انت راك فنان وراك يعرفوك الناس، لا ما تخليش انت اللي تقول لهم خليهم هما يعرفوك. فاذا طلبوا منك وثائق زز الوثائق وسير قم بما يجب ان تقوم به ودفع الوريقات ديالك. كان عندك ذوك الشروط اللي هما مطلوبه مرحبا، وراه كنقول لك كاين واحد التركيز على العقود. الا ما كانش ذوك التركيز ديال العقود راه هناك نقابات مفروض تعطيك اشهاد باش كتنوب على هذيك العقود اللي ما عندكش حاليا لان هذا كان اتفاق مع الوزير. ولكن اون فوا رجا الله اون فوا الدوله تدخل علينا بهذا البند هذا اللي بنينا عليه ديال قانون الفنان وتولي اجباريه ديال العقود راه في هذه الحاله راه ما غاتحتاج حتى شي شهاده غاتمشي تقوم بالواجبات ديالك.